نعم محمد، القصف الإسرائيلي ما زال مستمرا على مناطق متفرقة في محافظة خان يونس، وأبرز هذه المناطق هو محيط مستشفى ناصر الطبي ومحيط مستشفى الأمل وسط محافظة رفح. أيضا غربي محافظة رفح كان هناك نسف لعدد من منازل والمنشآت المواطنين، أيضا في منطقة الصناعة أو مركز إيواء الصناعة التابع للأمم المتحدة ما زال هناك النازحين في حالة صعبة جدا لعدم تمكنهم من مغادرة هذا المركز حتى الآن. البعض منهم تمكن الليلة الماضية النجاة من المحرقة ومن تلك الأحداث في محافظة خان يونس، تمكن من الخروج من المركز باتجاه شارع الرشيد والعودة أو المجيء إلى محافظة رفح. وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت بأن الجيش الإسرائيلي ما زال يعزل مستشفيي أبو ناصر الطبي ومستشفى الأمل ويمنع الدخول أو الخروج إلى تلك المشافي. أيضا مصادر محلية تحدثت بأنه تم انتشال 22 شهيدا من مختلف مناطق محافظة خان يونس، وهناك عشرات الإصابات أيضا تم تحويلها إلى مشافي محافظة رفح أو مشافي خان يونس. الظروف صعبة وقاسية في تلك المحافظة في ظل عدم تمكن الطواقم الطبية من معالجة أو دخول أو خروج أي من حالات الحرجة إلى داخل أو خارج مشافي محافظة خان يونس. هناك نقص في الطعام والمياه ونقص في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود الخاص بالمستشفيات في محافظة خان يونس. الساعات القادمة لربما تنذر بوقوع كارثة لعدم دخول الوقود إلى مستشفى ناصر الطبي الذي يعني شرفت كميات الوقود التي يمتلكها على الانتهاء خلال الساعات القادمة. ظروف معقدة جدا يعيشها الناس أو من تبقى من الناس في تلك المنازل في محافظة خان يونس. أيضا كان هناك يسمع بين الفينة والأخرى دوي اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من محافظة خان يونس. تبنت الفصائل الفلسطينية عدة هجمات ضد آليات ودبابات الجيش الإسرائيلي في تلك المحافظة. أيضا وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تتحدث بأن الجيش الإسرائيلي يواصل حصار مستشفى الأمل لليوم الخامس على التوالي دون إمكانية دخول أو خروج أي من المواطنين أو النازحين أو المرضى من الدخول أو الخروج من مستشفى الأمل في ظل انعدام لأبسط مقومات الحياة وعدم وجود الرعاية الصحية لجميع من تبقى داخل مستشفى الأمل أو مستشفى ناصر الطبي. أيضا الظروف إذا ما انتقلنا إلى محافظة رفح، هنا الهدوء الحذر هو سيد الموقف حتى هذه الساعة. لم نسمع أو لم نسجل أي غارة إسرائيلية على محافظة رفح، لكن الطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة ما تزال تجوب سماء محافظة رفح على مدار الساعة، وهناك خشية من تبدد هذا الهدوء في أي لحظة في المحافظة، لكن دوامة النزوح ما تزال مستمرة إلى محافظة رفح من منطقة غربي محافظة خان يونس ومن مناطق أخرى. هنا 20% من مساحة قطاع غزة أي 60 كيلومتر مربع هي أصبحت ملجأ للفلسطينيين ودون أبسط مقومات للحياة. هنا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء داخل هياكل خشبية أو بلاستيكية أو من الأقمشة في ظل انعدام والافتقار إلى أبسط المقومات الحياة. لا توجد كهرباء، لا توجد مياه نظيفة، لا يوجد غذاء، لا توجد أدوية خاصة بالمرضى المزمنين. هناك انتشار للأوبئة والأمراض في جميع مراكز الإيواء، خاصة بأن هذه المراكز هي عامة وليس مخصصة للإيواء أصلا. هناك ضغط شديد على البنى التحتية في هذه المحافظة في محافظة رفح نتيجة التكدس الكبير. هنا أكثر من 1.5 مليون مواطن ونازح في محافظة رفح،
هنا يحتاجون إلى أبسط مقومات الحياة، هناك طوابير على الرعاية الصحية، طوابير على محطات المياه، على المخابز، في الأسواق، بالكاد تستطيع أن تسير بقدمك في تلك الشوارع أو حتى تقود مركبتك في تلك الشوارع. الناس هنا بانتظار انقشاع هذه الغمة والعودة إلى منازلهم في المحافظات الشمالية، ما يصل عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح لا يلبي احتياجات الناس. هنا ما يدخل هو فقط عشرات الشاحنات فقط كما تقول الأونروا. الأونروا طالبت بضرورة إدخال أكثر من 500 شاحنة إلى محافظات قطاع غزة، محملة ومزودة بالأدوية والمستهلكات الطبية والغذاء والمياه النظيفة ومستلزمات الحياة هنا. أيضا تحدثت بأن هذه المساعدات لن توقف المجاعة في ظل عدم دخول البضائع من المعابر. البضائع هنا شحيحة، ما يدخل فقط يعني بضع من العشرات من الشاحنات وهي لا تلبي احتياجات الأسواق. هناك شح كبير وارتفاع في أسعار البضائع 10 أضعافها لعدم توفرها في الأسواق بصورة كافية. طيب.